أصبح من الصعوبة. شوف التمرير، شوف الحسوني من بين الأقدام، من الصناعة هدف، من الصناعة هدف. الصناعة كانت بديعة يا بديع، وبديع يقول الكرة ما تضيع، أنت بس وصلها البديع وهي ما تضيع ما تضيع. 4-1، الكرة بتتبرر، بينية للرجاء، بينية للرجاء، بينية للرجاء. ما زال الرجاء، ما زالت الفرصة، ما زالوا في الملعب، ما زالت عن طريق البديل الآن، عن طريق البديل الآن. 4-2، لم يخرجوا، لم يخرجوا، ما زالوا في أرضية الملعب. يا الله يا جمال السلامي، باقي ربع ساعة والمطلوب هدفين، والهدفين من الممكن وصولهم. شوف التمريرة البينية، شوف من بديل إلى بديل. أنس جبرون، أنس جبرون في اللقطة الماضية، أنس جبرون، وبالتأكيد أحداد الآن، أحداد البديل اللي سجل، أحداد بالتأكيد يسجل الرجاء لتعود الأمور 4-2. والله قبل شوي قلنا للوداد للدور القادم، أحداد يقول لي اهدى شوي، اهدى شوي، هذا الرجاء، هذا الرجاء لسه يا فارس، لسه لا تستعجل، المباراة باقي فيها وقت، ليش تستعجل؟ لكن النتيجة ما زالت فيها أفضلية لمصلحة فريق الوداد. هنا التلاعب، هنا الكرة، 4-2 مشاهدينا، الكرة بتتحول الآن، أحداد إذا مشاهدينا الواضح في الصورة يقلص الفارق وكأنه يقول لهم لا تخرجوا، لا تخرجوا، لا تخرجوا، لم تنتهي، ما زال هناك وقت، ما زال هناك فرصة، ما زال هناك أمل. الكرة بتتحول، يجب أن يقاتلوا حتى آخر لحظة، لكن ليلة للتاريخ، مباراة للذكرى، مباراة في ذاكرة هذا الديربي. حقيقة لا أملك كل نتائج الديربي، لكن 4-2، 6-2، مباراة مليئة بالمتعة وما زالت فيها من الفرص والمتعة والأهداف والنتائج، وممكن التقلبات، وممكن التقلبات المستمرة. شوف هذا أحداد يحاول يرسل الكرة، محسن متولي استلام، محسن متولي تسليم، يرسل الكرة إلى أنس جبرون، أنس جبرون يا رب، رأسية دربكة، الكرة مقطوعة، الحكم يقول لا شيء هناك، الرجاء هنا لا يصدق بأنها ضاعت، الوقت يمر وهم يسابقون الزمن. الكرة بتتحول الآن في مكان في الجهة اليسرى، فابريسينكا يتقدم للرجاء، وهم يتذكرون كل لقطة، يتذكرون كل مشجع أمامهم حضر لكي يشجع ويساند فابريسينكوما إلى المهاجم مالونكو، بيلعب لكرة باتجاه أحمد أحداد، ولكن الكرة أيضا بتتخلص، القادم من الزمالك المصري. وهنا نشاهد أنس اللي شارك مكان كدارين، أنس الواضح في الصورة بالتأكيد اللي يشارك هنا، أنس الأصبحي لاعب ارتكاز مكان بدر كدارين، والكرة إلى خارج الملعب، رمية تمام مشاهدينا. شوف العيون الآن اللي تحبس دموعها حقيقة، وقف شوي، وقف شوي، وكأنهم يؤجلون ذلك. الآن 13 دقيقة، جمال السلامي، هذا أنس جبرون، وهذه العرضية كانت باتجاه الحداد، والسقوط وفي فقط توازنه وابعاد بعد ذلك من إبراهيم النقاش. ليلة خالدة في تاريخ الدربي مشاهدينا متابعينا، ليلة حتى الآن وداد الأمة يقترب فيها كثيرا من الصعود إلى الدور القادم، دور 8 في كأس محمد السادس. هذه البطولة التي ستشهد تنافسا كبيرا جدا بالتأكيد، اليوم فريق مغربي سيترك هذه البطولة وسيودع هذه البطولة، وسنشاهد بعد ذلك مع أولمبيك أسفي سيكمل المتاهل كفريقين من الفرق المغاربة أيضا المغربية الموجودة، مع فريقين أيضا من السعودية تأهلوا، الاتحاد السعودي والشباب السعودي. هنا الكرة، هنا المحاولة، هنا الفرصة، الكرة العرضية تأتي من أنس جبرون، لكن الكرة أيضا تتخلص، تعود من جديد أنس جبرون، سيسابقون الزمن، سيحاولون، سيقاتلون، لن
يستسلمون. الدربي بالنسبة لهم أكثر من مجرد مباراة بينهم وبين الغريم. هناك كرة ثابتة وهناك خطاب وهناك فرصة وهناك أكثر من 10 دقائق متبقية بخلاف الوقت بدل الضائع الذي سيحتسب حكم المباراة. وهناك جمهور في المدرجات بأماني وبدعوات وبعيون تحبس دموعها يا الله على المشهد. وهناك بالتأكيد في الجانب الآخر الفرح مستمر في جماهير الوداد وفي المدرج الأحمر. الساعة تشير إلى الدقائق 10 الأخيرة مشاهدينا في هذا الديربي في مدرج الساعة الذي يتواجد فيه جمهور فريق الرجاء ينتظرون تغييرا في النتيجة من كرة ثابتة. الدقة محسن متولي من علامة الجزاء سجلها. الآن يتقدم بيرسل كرة عالية عرضية رأسية سقوط في منطقة الجزاء. الحكم يشير إلى استمرار اللعب والمحاولة. تيغناوتي يخرج من مرماه ولكن هناك صافرة قبل ذلك وهناك خطأ يحتسب. ماذا يقول الحكم الآن؟ سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. يطمن على سلامة حارس المرمى. لا نريد أي خروج عن النص في مباراة شهدنا فيها متعة كبيرة وفرجة كبيرة وأهداف وكرة قدم وسحر مدرجات حقيقة. والآن الحكم يقول للجهاز الطبي تعال تعال، سلامة اللاعبين فوق كل شيء، أهم من كل شيء. لا نريد إصابات ولا كروت حمراء ولا خروج عن النص. وهذه اللقطة والاشتراك ما بين حارس المرمى وسقوطه في منطقة الجزاء وبعد ذلك شعر بإصابة. شوف اللقطة، شوف اللعبة، خرج للكرة ولكن ما كان في اشتراك متعمد من جانب اللاعب بدر بانون من جانب فريق الرجاء. شوف الآن يقول العب بسرعة، العب بسرعة، ما فيش وقت الآن. نشوف الآن الكرة الثابتة اللي يحاول تيغناوتي اللي بالرغم من الهدفين اللي سجلوا في مرمى لكنه واحد من نجوم المباراة بالتأكيد، واحد من أسباب تقدم فريق الوداد بهذه النتيجة. طبعا لو تشوف مسار المباراة أو على الأقل كمية السيطرة والاستحواذ في المباراة لا تصدق بأن النتيجة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، لكن السيطرة والاستحواذ ليست كل شيء. أنس جبرون يريد أن يثبت بأنها كل شيء. أنس جبرون يتقدم، أنس يحاول الكرة يبعد نهيري. من بدأ لنا قصة أهداف هذا الديربي؟ محمد نهيري من علامة الجزاء بكرة تيبانينكا. لكن حقيقة كنت محظوظا بالتواجد في هذا الديربي في هذه الليلة الكبيرة حتى الآن. والكرة العرضية العالية التي لم تنتهي بعد والتي لا تنتهي بمجرد صفرة الحكم بل تبدأ عزيزي المشاهد. نعم تبدأ لأن الحديث ينتقل بعد ذلك إلى مواقع التواصل، ينتقل إلى الصحف، إلى المانشيتات، إلى البرامج التلفزيونية، ينتقل إلى التحليلات التحكيمية، ينتقل إلى رسائل التيفو التي لم تفهم، الرسائل التي وجهها كل مدرج. الحديث لا ينتهي بنهاية المباراة بل إنه يبدأ. هذا الديربي فيه الكثير والكثير وما زال الآن أيوب الكعبي يحاول لكن الكرة مقطوعة. تعود الكرة والكرة تتخلص، تعود الآن من جديد. مجموعة تغييرات صارت في شوط المباراة الثاني. إذا نشاهد اللاعب أيضا اللي شارك رقم 15 من جانب فريق الوداد. الكرة تتحول الآن في الجهة اليسرى، محاولة من مارونكو يحاول فيها، يهرب من الرقابة، يريد أن يتيح مساحة للقادمين من الخلف. الوقت يمضي سريعا وهم يسابقون الزمن. ما زالت المحاولة والكرة يصل إليها تيغناوتي. لن ينسوك يا تيغناوتي، إن عبروا اليوم لن ينسوك، تأكد. هنا نشاهد هذا البديل اللي شارك محمد كمال. محمد كمال من الوداد بالتأكيد كبديل ثالث يشارك الآن للمدرب دوران اللي أجرى عدة تغييرات في شوط المباراة الثاني. ولكن حقيقة كان أبرز تغييرات أيمن، كان أبرز تغييرات زوران هو أيمن الحسوني. أيمن الحسوني الورقة الرابحة التي قلبت الديربي. شوف لما ترمي الكرت الرابح
ترمي الكرت الرابع. نعم كان الكرت الرابع هو أيمن الحسوني، هدف بكرة رأسية وبعد ذلك مساهمة في صناعة الأهداف المتبقية لفريق الوداد. الرقم 20 الكرت الرابع الذي رمى به زوران لكي يقلب الصورة والنتيجة والشكل الهجومي لفريق الوداد. لكن أنس جبرون الآن، أنس جبرون ما زال يتمسك ببصيص من الأمل، يحاولون يتقدمون بيرسل الكرة، المحاولة من جديد، الكرة تصل في الجهة اليسرى. إن سجلوا هدفا في هذا التوقيت ستشاهد 7 دقائق بعد ذلك، 7 دقائق من الجنون، 7 دقائق من الإثارة، من الخيال، من الأكشن الكبير. الكرة بتصل من جديد، محاولة لفريق الوداد ولكن تبعد من شيخ كمارة، لم تبعد كثيرا، ما زالت قريبة. أحداد بيرسل الكرة، محسن متولي بيلعبها، أنس جبرون، الكرة مقطوعة، ما زالت الآن كرة في الصافرة، يشير إلى حكم المباراة والخطأ يحتسب، الخطأ يحتسب. الجميل حقيقة على كثر القرارات، على كثر صخب هذا الديربي، على كثر الضغوطات على اللاعبين، لكن تجاوب اللاعبين مع الحكم، مع الطاقم التحكيمي، حقيقة رائع جدا في الأوقات التي مرت في 85. انظر 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 الآن، أين كنت عنكم؟ أين كنت عنكم طوال السنين الماضية؟ لماذا لم أنتبه؟ لماذا لم أنتبه إلى كل هذا السحر، إلى كل هذا الجمال، إلى هذه الأجواء التي لا توصف حقيقة؟ أجواء تجبرك خلاص أنك تصبح جزء منها، ما تنتهي المباراة إلا وأنت تختار، أنت تختار أنا ودادي ولا رجائي. هذه اللقطة حتى تصبح جزءا من هذا الدربي، تنتظر موعدة، تنتظر تاريخة، تنتظر متى سيكون اللقاء القادم. الكرة بتتحول في اللقطة الماضية، وهذا نهيري الخطأ اللي احتسب حكم المباراة. قدر الوداد أن يسير الوقت حتى الآن كما يريد بعد الهدف الثاني اللي أعاد الأمال، هذا أنس الأصبحي، ولكن قدر الوداد حقيقة بأن يسير الأمور. وبالتأكيد فريق الوداد الآن بهذه الأسماء، هذا الحارس اللي يحصل على إنذار التقلاوتي، لكن حتى هذا الإنذار لا يقلل من الليلة العظيمة التي قدمها الآن الفريق. مشاهدينا متابعينا، والذي يقترب كثيرا، والذي يقترب كثيرا من الوصول إلى دور الثمانية لكي يواصل رحلته في البطولة العربية للأبطال عبر الديربي. بالنسبة له نكهة كبيرة، لكن مالونجو يحاول، مالونجو يتقدم، الكرة تصل في الجهة اليسرى لمصلحة الرجاء، لمصلحة النسور. المحاولة مستمرة، نقلات، تمريرات بعرض الملعب، أنس جبرون ممكن يغير الاتجاه، بالفعل يغير الاتجاه، بيلعب لكرة باتجاه عبد الرحيم الشاكر، عرضية ممكنة، رأسية لا تأتي إلا من دفاعات الوداد. ما زالت الكرة، ما زالت الفرصة، ما زال الديربي لم ينتهي بعد. يا لها من ليلة يا تقلاوتي، الكرة بتتحول الآن، بتتحول. ودادي أو رجاوي، ودادي أو رجاوي الآن، ودادي بالتأكيد، ودادي كنتاري بالتأكيد. 4-2، 4-2. نقترب مشاهدينا متابعينا من الوقت الأخير، من اللحظة الأخيرة، من الصافرة الأخيرة، من التأهل الكبير إلى الدور القادم. مع ذلك يشوف جمهور الرجاء ما زال يشجع حتى الأوقات الأخيرة، يعرف صعوبة الموقف، يعرف صعوبة الوضع. الكرة بتتحول في الجهة اليمنى باتجاه عبد الرحيم، يرسل الكرة فيها تحرك من أحداد، يحاول فيها مطالبة بركلة جزاء. إنه الجنون بعينه، إنها قمة الجنون، قمة الجنون. من كان يعتقد بأنها انتهت، عليه بالتأكيد أن يراجع حساباته، وأنا أولهم. ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. هذه اللقطة شيخ كمارة أشار إلى لمسة اليد وركلة جزاء في الدقائق الأخيرة. الرجاء يريد أن يعود من بعيد، يريد أن يسجل ريمونتادا تاريخية تبقى في ذاكرة هذا الديربي، يريد كمباك عالمي حقيقة في ديربي بلا شك من الديربيات العالمية. هل ينجحون؟ جننوني المغاربة،
كان احمق كان هبل. الان 4-2 ممكن تصير 4-3 وممكن تروح 4-4. شوف الدعوات، شوف القلوب، شوف الاعصاب، اي قلوب يشاهدون فيها هذا اللقاء. وما تبقى يا متولي، وما تبقى يا متولي، المباراة لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. 4-2 محسن متولي شايفنا يحاول ان يحافظ على هدوءه، والاشارة تاتي والنظرات تاتي، ومحسن متولي للرجاء ياتي، للرجاء ياتي. يا رب يا الله، لم تنتهي بعد، بل بدأت الان، بل بدأت الان. انهم يتحدون الضغوطات، تسجل علينا على طريقة بانينكا، اسجل على طريقة بانينكا، يردونها هنا، تيفو مقابل تيفو، بلنتي مقابل بلنتي. محسن متولي تحت كل هذه الضغوطات تسجل بهذا الشكل. يا اخي مستحيل هذا اللي نشوفه. شوف اللقطة، شوف التثبيت، شوف الهدوء، شوف ركلة الجزاء، شوف الأربعة ثلاثة، شوف تربي للتاريخ، شوف الريمونتادا التي قد تأتي. أنا أعلنت مع الهدف الرابع بأن الودادة للدور القادم. الآن قد يتغير الإعلان، قد يستجيبون للنداء الأخير، قد يعودون من الطائرة. انظر الآن إلى الخروج عن النص، إلى الاشتباك، انظر واستمع إلى صوت الرجاء الكبير. إنه رجاء الشعب، رجاء الشعب لا يرد، رجاء الشعب لا يرفض. إنهم الآن برجاء وصوت عالي، مدرج المكانة، مدرج درب السلطان. 4-3 أصبحت النتيجة. شكرا للفريقين قبل أن تنتهي، وأيا كانت النهاية وأيا كانت النتيجة، على ليلة للذكرى، على ليلة للتاريخ، على ليلة ستبقى في تاريخ وقصة هذا الدربي، على مباراة سأحتفظ بها في مكتبتي بجانب المباريات الكبرى التي علقت عليها في مسيرتي. شكرا قبل كل شيء. الآن نبقى مع كل شيء، الآن نبقى مع أهم شيء. 4-4 يعني الرجاء يتأهل، 4-3 يعني الوداد يتأهل. ماشيين صح ولا لا؟ ماشيين صح ولا لا؟ نشوف ونتابع. 5 دقائق كوقت بدل ضايع، 5 دقائق. إنهم ينظرون، يتابعون، يشاهدون. يا لها من ليلة. أنا أقف الآن، أقف الآن في الدقائق الأخيرة، أعلق واقفا بالتأكيد احتراما لهذا الديربي، لما قدمه الفريقان، لما قدمته المدرجات، لما قدمه اللاعبون لهذا التقلبات، الإثارة، لكل هذه الأهداف الرائعة، لهذه النتائج. يا نهيري، نهيري يريد أن ينهيها، لكن الكرة من نهيري، الكرة إلى خارج الملعب. يا الله على ما تبقى. شوف العيون، شوف الأنظار، شوف اللحظات، شوف اللقطات. هذه اللقطة، هذه اللعبة، هذه الكرة في الجهة اليمنى بتتحول طويلة وعالية، طويلة وعالية، بتتحول من جديد في مكان لمصلحة الرجاء، بتتمرر في الجهة اليسرى. الكرة ما زالت الآن فيها فرصة. شاب جمال السلامي، شاب جمال السلامي يطالبهم بالهجوم. 4-4 يتأهلون. هل تكون الريموتادا؟ هل تكون الليلة؟ هل تكون الفرصة؟ هل تكون اللحظة؟ أن المحاولة والفرصة باتجاه إبراهيم النقاش تعود من جديد. الوداد متراجع، الوقت لا يمر سريعا على جماهير الوداد. 4-3 قد تتغير، باقي من الدقائق بالتأكيد 3. كافية، كافية يا متولي، بيرسل الكرة فيها تمريرة، حتى المدافع متقدم الآن بدر، عرضية رأسية، المتابعة من مالونكو، بيرسل الكرة إلى أنس جبرون، بيلعب الكرة في الجهة اليمنى في مكان الآن بالتجاب الأصبحي، بيرسل الكرة عرضية، المحاولة سقوط. ماذا يا
يقول الحكم سلامات 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 سلامات. حتى تليفوني فضت البطارية الآن، ما في رسائل، ولكن أيوب الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة، الرسالة الأخيرة. ماذا فعلت يا أيوب؟ ماذا أضعت يا أيوب؟ هل أضعت تأهلا بالنسبة للوداد؟ هل يكون العقاب سريعا؟ أي كرة، أي لقطة تلعب بالأعصاب. لاعب الوداد طيح على أرضية الملعب، وأنس جبرون يتقدم، لا يريد أن يسقط الرجاء، لا يريد أن يسقط الرجاء. هنا الجمهور، هنا المتابعة، هنا اللقطة، هنا الكرة الثابتة، هنا آخر دقيقتين. مشاهدينا متابعينا، الكل يتابع الآن على أعصابه. الديربي بعد أن وصل إلى 4-1 أصبح 4-3، يقدم نفسه هذا الديربي ربما كما لم يقدم نفسه من قبل. ديربي 7 أهداف، ديربي 7 نجوم، ديربي مركب محمد الخامس، ديربي واجهة المغرب المشعة الكبرى، ديربي وداد الأمة، ديربي رجاء الشعب، ديربي الليلة التاريخية الكبرى. اللقطة هل تكون الأخيرة؟ دقيقة ونصف، محسن متولي بكرة ثابتة، سيحاولون، سيتمسكون بكل الآمال. كرة عرضية رأسية، مستحيل مستحيل، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، تقرأ السطر الأخير. السطر الأخير يكتب باللون الأخضر، يكتب بلون الرجاء، يكتب بلون النسور، يكتب بمدرج المجانة، يكتب على درب السلطان، يكتب بمقهى بويا صالح. إنه رجاء الشعب، إنه رجاء الشعب. ريمونتادا تاريخية عالمية، كمباك خيالي. 4-4، من الذي ارتقى؟ أي رأس قفزت؟ أي كرة استقرت؟ أي نهاية؟ أي ديربي؟ 4-4 أصبحت للرجاء وليست للوداد. باركنا التأهل الوداد، الرجاء يقول بارك لنا الآن، بارك لنا الآن. مبروك يا رجاء، مبروك لرجاء الشعب، مبروك للنسور، مبروك لجمال السلامي مدرب بمباراة أولى بليلة. خلاص اعتزل تدريب يا جمال، اعتزل بعد المباراة هذه. شو تريد يا مالونجو؟ مالونجو هدف التاريخ، هدف الريمونتادا. مالونجو يؤكد بأن مشاركته قانونية بهدف الريمونتادا. الدموع تحولت من مدرج إلى مدرج، الفرح تحول من مدرج إلى مدرج. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. السطر الأخير كتب بالقلم الأخضر، باللون الأخضر. أنا استعجلت في قلب الصفحة لكنني عدت لكي أقرأها، وجدت هذا اللون، وجدت هذا السطر. أين كتبته يا مالونجو؟ يا لها من دموع، يا لها من حسرة، يا لها من مشاهد، يا لها من ليلة. أي مباراة كنت على موعد معها اليوم؟ أي ديربي؟ هل كنتم تنتظرونني حتى تقدموا كل هذا؟ ديربي التاريخ، ديربي الليلة الكبرى، ديربي الوداد. 4-4، التأهل أصبح للرجاء، أصبح للرجاء. فرحة كبيرة، الوقت بدل الضايع انتهى، الكل ينتظر صفرة حكم المباراة. كل شيء في كرة القدم كان موجودا اليوم. كروس فرارك لا جزاء، 8 أهداف، تيفوهات، مدرجات، ألوان، ديربي، تاريخ، نجوم، لاعبين، أسماء، كل شيء، كل شيء، كل شيء في كرة القدم. واحدة من أجمل مباريات العام بلا جدال، بلا نقاش. الصافرة تأتي، إنه رجاء الشعب الذي لا يستسلم، إنه رجاء الشعب الذي لا يقبل.